النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. الأهلي يحدد 22 أكتوبر موعدا لمباراة الإياب مع النجم الساحلي. الجابوني كوستيني حكما لمباراة الأهلي والنجم الساحلي في سوسة. وسبعة لاعبين من الأهلي في قائمة المنتخب. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الأهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حدد النادي الأهلي يوم 22 أكتوبر المقبل موعدا لمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مع النجم الساحلي التونسي. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه تم اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بموعد المباراة، حيث أنها ستقام في 7 مساء، ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في ذهاب نصف النهائي يوم الأحد المقبل في 7:30 مساء. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الحكم الجابوني أتوغو كوستيني سيدير مباراة الأهلي والنجم الساحلي الأحد المقبل على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للأهلي متفائل بتعيين الحكم الجابوني لإدارة المباراة، خاصة أنه أدار مواجهة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم والتي أقيمت على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل. أكد أحمد أيوب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مباراة الفريق أمام النجم الساحلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال أيوب أن صعوبة المباراة بسبب أن هناك تحديا كبير في تونس بعد الفوز على الترجي وإقصائه من البطولة، مشددا على أنه لمس حالة من التحفز من جانب جماهير النجم الساحلي عندما تابع مباراة فريقهم مع أهل طرابلس الليبي. وكشف أيوب أنه يملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، فضلا عن أن ملعب سوسة صغير والمدرجات قريبة من الملعب والجماهير تكون متحفزة بشكل كبير عكس ملعب رادس والذي يعد كبيرا نوعا ما. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه في 6:30 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الفرعي باستاد المنزة بتونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ومن المنتظر أن يشارك في الميران جميع اللاعبين المتواجدين في بعثة الأهلي بعد تعافي سعد سمير ووليد أزار وانضمامهما إلى التدريبات الجماعية للفريق. وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للأهلي قد عاين ملعب التدريب وتأكد من جاهزيته لاستقبال تدريبات فريق الكرة قبل السفر إلى سوسة الخميس المقبل.
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم سيسافر إلى سوسة صباح الخميس عقب المران الجماعي. وسافر عبد الحفيظ من تونس العاصمة إلى مدينة سوسة أول أمس الأحد من أجل الإطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الأهلي قبل السفر لمواجهة النجم الساحلي. وكان الفريق قد تدرب أمس الاثنين على ملعب قريب من فندق إقامة البعثة قبل أن ينتقل اليوم إلى التدريب على الملعب الفرعي باستاد المنتزه. يعقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين عقب تناول وجبة العشاء اليوم الثلاثاء. وسيقوم البدري خلال المحاضرة بتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي وأسلوب لاعبه سواء عند امتلاك الكرة أو فقدانها وأبرز لاعبيه. وكان البدري قد عقد أولى محاضراته عقب مباراة الترجي التونسي أمس الاثنين والتي شهدت مطالبة اللاعبين بضرورة نسيان مباراة الترجي وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة أمام النجم الساحلي، بالإضافة أيضا إلى مشاهدة مباراة الفريق التونسي الأخيرة أمام أهلي طرابلس الليج. قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن سعد سمير لاعب فريق الكرة تماثل تماما للشفاء من الإصابة في العضلة الضامة والتي حرمته من المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجي. وأضاف محمود أن اللاعب سيشارك بصورة طبيعية في التدريب الجماعي اليوم الثلاثاء بالملعب الفرعي لاستاد المنزه بتونس العاصمة. وتابع محمود أنه اطمأن على اللاعب خلال مشاركته في جزء من ميران الفريق أمس الاثنين والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة. ينتظم وليد أزار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التدريبات الجماعية لفريق الكرة اليوم الثلاثاء. وكان أزار قد عانى من تقلص عضلي تعرض له في نهاية مباراة الترجي التونسي بإياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وخضع أزار خلال اليومين السابقين لجلسات علاج طبيعي مكثفة حتى شفي تماما من الإصابة قبل مباراة النجم الساحلي. حرص التونسي أنيس بوجلبان اللاعب السابق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على زيارة بعثة فريق الكرة في فندق الإقامة في تونس. وحرص بوجلبان على التحدث مع حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على بعثة الفريق خلال معسكره بتونس قبل مباراة النجم الساحلي. للمزيد من التفاصيل نتابع في التقرير التالي أبرز تصريحات أنيس بوجلبان خلال زيارته لمعسكر الفريق. قضيت سنوات كثيرة في النادي الأهلي في العديد من اللاعبين كنت موجود معاهم في لما كنت موجود في النادي الأهلي. الحمد لله كانت لي فرصة أني شفت عماد متعب، أحمد فتحي، سيد معوض، حسام عاشور، شناوي، هذم كنت معاهم في الفريق، إضافة طبعا الكابتن حسام البدري اللي كان يعني مدير الكرة ومع الكابتن مانويل جوزيه، كابتن سيد عبد الحفيظ مدرب العام ومدير الكرة وعلاقتي به كبيرة وكبيرة جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ يعني أخوي الكبير وعلاقتي به كبيرة جدا.
كل الناس يعني. رغم السيناريو كان ممتاز للترجي يعني 2-2 في الاسكندريه و 1-0 الشوط الاول، يعني وقتها ممكن الناس كل اللي كان عنده 50 أو 60% ترجي مش و 70% بترجي يفوز. بعد 1-0 45 دقيقه الاولى كانت كفه الترجي، لكن بعد اكيد انه فما امور تكتيكيه تغيرت وفما دخول جونيور اجاي اعطى يعني عمق هجومي للنادي الاهلي. هدف علي المعلول ولا الهدف الاول والثاني جاوا في 10 دقائق، ممكن بعثر اوراق الترجي وخلى الترجي ما يلعبش اللعب اللي متعود يلعب به في تونس تكتيكيا. بصراحه يعني هذه اجماع في تونس انه الكابتن حسام البدري كان له تفوق على المخضرم وعلى الخبير واحد احسن المدربين في تونس الكابتن فوزي البنزرتي. لكن في الشوط الثاني تغيير طريقه اللعب وتغيير اللاعبين وتغيير تمركز عبد الله السعيد ودخول جونيور اجارين، تصور هما اللي عملوا الفارق، خاصه انه الترجي حتى بعد الانتصار 1-0 ما رجعش للوراء، عطى المساحات للنادي الاهلي وتعامل بسلبيه مع تغييرات النادي الاهلي. الميزه في النادي الاهلي انه عنده ثقافه الانتصار، يعني ما فماش مستحيل في النادي الاهلي. ممكن هذه الاضافه نتاع النادي الاهلي، اي واحد يدخل النادي الاهلي يولي عنده احساس انه في اي لحظه يجم يرجع. يعني ممكن اللي ما يعرفش اللي ما عاشش في النادي الاهلي ولا اللي ما يتابعش ممكن، لكن انا بصراحه يعني ترجي فنيا ممتاز ممتاز جدا، ممكن مش على شوط ولا على مش نقول ترجي فريق يعني قوي وممتاز، لكن ديما يعني حتى في تونس يعني معظم جماهير ولا حتى جماهير الترجي الرياضي يقول لك مع النادي الاهلي ما نقول انتصرت الا ما يخلص الماتش، وهذا هو اللي صار. يعني مش اي فريق يجم يرجع ضد الترجي وفي رادس خسر 1-0 ومتعادل 2-2 في ارضه ويجم يرجع في الشوط الثاني. هذه ميزات الكبيره اللي موجوده في داخل النادي الاهلي. الترجي يعني والنجم هو الاثنين الموسم الفارط اخر مباراه عرفنا فيها اسم البطل اللي هو الترجي، يعني المستوى متقارب لكن فما افضليه نوعا ما للترجي. النجم كيف اليوم شفنا فيه 5 لاعبين في المنتخب التونسي، بلبولي اكيد حتى الجمهور الرياضي في مصر يعرفوا حارس منتخب تونس بلبولي، الظهير الايمن لاعب منتخب تونس حمدي نجاز، ظهير ايسر كيف موجود في المنتخب التونسي غازي عبد الرزاق، الاثنين موجودين كيف الاجنبي كوناتي والا رامي البدوي في منتخب تونس، محمد امين بن عمر لاعب نص ملعب منتخب تونس الى جانبه حمزه الاحمر موجود في منتخب تونس، اياب المساكني منتخب تونس، عمرو مرعي لاعب مصري وجمهور مصري يعرفه، اكوستا البرازيلي كيف اجنبي برازيلي عنده امكانيات. يعني هذا مباراه نصف نهائي فنيا كل فريق عنده امكانياته. النجم الساحلي مادام وصل للمرحله هذه طبعا اكيد انه عنده اللاعبين ممكن قلت لك عليهم يعني معظمهم دوليين، فالمواجهه ما عمرها ما كانت سهله، واكيد انه كيما مباريات الترجي والاهلي مباراه النجم والاهلي يعني تفاصيل صغيره هي اللي باش تعمل الفارق. نسلم على جمهور النادي الاهلي، التوقعات صعبه وصعبه جدا، هذا السيمي فاينل زوز فرق كبار في افريقيا متعودين على بعضهم، مواجهات كبيره قبل يعني بين النجم الساحلي والاهلي المصري. نتمنى انه طبعا انه الحمد لله انه علي المعلول وجونيور اجاوي الاثنين يعني موفقين في النادي الاهلي، ان شاء الله نشوفوا مباراه طيبه، اهم حاجه انه نشوفوا مباراه كبيره تليق بسمعه النادي الاهلي والنجم الساحلي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف صباح اليوم الثلاثاء التشكيلة المثالية لمباريات ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، وتواجد ثلاثي الاهلي حسام عاشور علي معلول وليد سليمان في التشكيلة المثالية بجانب عمرو مرعي مهاجم انبيا السابق والمحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، وتألق ثلاثي الاهلي في مباراة الترجي التونسي في ملعب رادس والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-1 بينما أحرز مرعي ثنائية النجم الساحلي في أهلي طرابلس الليبي ليصعد بهم لمواجهة الأهلي.
قرر مجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد أبو صندوق مخاطبة اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام الأهلي والمحدد لها يوم 16 أكتوبر المقبل على ملعب السلام، أو تقديم أو نقل المباراة من ملعب السلام إلى استاد برج العرب لتسهيل على النادي الأهلي. وقال مجلس الإدارة في بيان له اليوم إن القرار جاء بالإجماع من أجل توفير المناخ المناسب ومساندة ممثل الكرة المصرية في البطولة الأفريقية بعد صعوده للمربع الذهبي ومواجهة النجم الساحلي. وأضاف البيان أنه خلال الجلسة والتي جمعت مجلس إدارة الرجاء ومحافظة مطروح أجريت مكالمة هاتفية مع المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لأخذ رأيه وتبليغه بالقرار، الأمر الذي لاقى ترحيبا وإشادة من جانبه. يسافر باكاماني مالامبي صانع ألعاب الأهلي يوم 1 أكتوبر المقبل للانضمام لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا بعد تلقي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الجنوب أفريقي يطلب فيه استدعاء اللاعب. ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة بوركينا فاسو يوم 7 أكتوبر المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2017 في روسيا. وانضم باكا للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لمدة 4 مواسم قادما من بيدفست الجنوب أفريقي. أخبار المنتخب المصري، حيث أعلن الأرجنتيني هكتور كوفر المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين المحليين والذين سينضموا لمعسكر المنتخب الذي يستعد لمواجهة الكونغو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. ووقع اختيار كوفر على 7 لاعبين من الأهلي وهم أحمد فتحي، شريف إكرامي، عبد الله السعيد، حسام عاشور، صالح جمعة، سعد سمير، رامي ربيعة، بالإضافة إلى 3 لاعبين من الزمالك وهم أحمد الشناوي، طارق حامد، وعلي جبر. وكان كوبر قد أعلن الأسبوع الماضي عن اختياره ل15 لاعبا محترفا لتكون القائمة النهائية للمباراة 25 لاعب. يعقد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرا صحفيا في 2 أكتوبر المقبل في 10 صباحا بمشروع الهدف للحديث عن استعدادات المنتخب لمباراة الكونغو. ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب في نفس اليوم في برج العرب الإسكندرية من أجل تجهيز مباراة والمقرر لها في 8 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب ضمن الجولة 5 من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 2018. ويحتل المنتخب الوطني صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط وبفارق 2 نقطة عن المنتخب الأوغندي و4 نقاط عن منتخب غانا و8 نقاط عن منتخب الكونغو.
كشف محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن أسباب اعتماد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للفراعنة على نفس مجموعة اللاعبين في مواجهة الكونغو بتصفيات المونديال وعدم ضم وجوه جديدة للقائمة خاصة المحليين، موضحا أن الوقت قبل المباراة غير كافي لتجربة لاعبين الجدد. وكان فايز قد قال أنه هناك مجموعة من اللاعبين المميزين والذين يستحقون الانضمام للمنتخب مثل حسام حسن، محمد فتحي، أيمن أشرف، أحمد مدبولي وداود وغيرهم، بجانب لاعبين آخرين يتابعهم الجهاز الفني حاليا مثل محمد أشرف رؤى لاعب الزمالك والذي سبق وتم ضمه للمنتخب منذ فترة قبل أن تبعده الإصابة لفترة طويلة. وأوضح فايز أن الفترة المقبلة وتحديدا بعد مباراة غانا في الجولة الأخيرة بتصفيات المونديال ستشهد منح اللاعبين الجدد الفرصة، خاصة وأنه سيتخللها مباريات ودية وكذلك مباريات تصفيات أمم أفريقيا للعام 2019. لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 10,000 جنيه، وذلك للسب الجماعي من المرافقين للنادي ضد المدير الفني للمصري في مباراة الفريقين بالأسبوع الثالث للدوري. وقررت اللجنة تغريم كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري وحسام حسن المدير الفني 10,000 جنيه لإثارة المرافقين للزمالك وعدم الالتزام بمقاعد البدلاء. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إقامة مباراة المقاصة مع الأهلي يوم 32 أكتوبر من العام 2017 باستاد الجيش بالسويس. وقررت أيضا لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي مع الأسيوطي والمقرر لها يوم 15 فبراير من العام المقبل على ملعب إسمنت أسيوط. الأخرى، حيث تبدأ سيدات طائرات الأهلي الاستعداد لمباريات الموسم الجديد من خلال المباريات الودية والتي تقرر بدايتها من الأسبوع المقبل. واستقر الجهاز الفني بقيادة حمدي أصافي على خوض الفريق لأربع مباريات ودية في ضمن تحضير للموسم الجديد والذي ينطلق الشهر المقبل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف كابتن حمدي أصافي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلي. كابتن حمدي اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا
كابتن حمدي، في البدايه تم الاستقرار على 4 مباريات وديه، ايه هي الفرق اللي هيخوض امامها الاهلي السيدات الاهلي هذه المباريات؟ والله ان شاء الله باذن الله، يعني اتفقنا مع نادي الصيد ونادي الطيران ولسه هنختار فرقتين ثانيين ان شاء الله عشان يبقى المباراه الثالثه والرابعه. يبقى 4 مباريات كويسين قبل بدايه الدوري، ونطمئن على المجموعه اللي هي موجوده معانا اللي هم اللعيبه اللي خارج المنتخب ومجموعه الناشئات اللي انضموا بجد للفريق. نعم، طب هل تم الانتهاء من القائمه النهائيه اللي هيتم اللي هتخوض بها الموسم الجديد؟ طبعا احنا شغالين طبعا للمجموعه الدوليه وصعدنا مجموعه من الناشئات جداد، اطمنا على مستواهم ان شاء الله باذن الله هيبقى دعم للفريق في المرحله الجايه باذن الله. طب حمدي، كابتن حمدي، هل يعني ما حاله المصابين الان؟ والله احنا عندنا مريم متولي اللعيبه الوحيده في المصابه وهي شغاله في التاهيل بتاعها، وان شاء الله باذن الله احتمال كبير تلحق معانا البطوله العربيه باذن الله في شهر ديسمبر باذن الله. طب كابتن حمدي، اللعيبه الجديده كاترين هل هتخوض مع الفريق المباريات الوديه القادمه؟ اللعيبه ان شاء الله هتكون موجوده يوم السبت، هتنضم معانا فتره اسبوع كشف الطبي والاختبارات الفنيه والبدنيه، واحتمال كبير تنضم بعد المباريات الوديه باذن الله. كابتن حمدي صافي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبد الله. قال عاصم محمد المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الأهلي أن الفريق يلعب دائما للحصول على اللقب ولا يخشى أحدا خاصة وهو حامل اللقب، مؤكدا أن الفريق قادر على تخطي جميع الصعوبات للاحتفاظ باللقب الأفريقي. وأضاف حماد أن فريقه جاهز للبطولة فنيا وبدنيا ويأمل في تحطيم الأرقام القياسية من جديد كما حققها الموسم الماضي. وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه كل من الحمامات التونسي وفانز الكاميروني وأوكا الكونغولي والأهلي الليبي. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. جولة في الملاعب العالمية، والبداية من إنجلترا حيث حذر حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي تيبو كورتوا زميله في الفريق ألفارو موراتا من الاستقبال والذي سيواجهه خلال اللقاء الصعب أمام أتلتيكو مدريد الأسباني غدا الأربعاء خلال الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال كورتوا أنه من غير المرجح أن يحظى موراتا باستقبال جيد أمام جماهير الأتلتي بسبب انتماء اللاعب سابقا للغريم الرئيسي ريال مدريد. وقال كورتوا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي أنه سيحظى باستقبال جيد من جماهير أتلتيكو خاصة للفترة التي قضاها الحارس البلجيكي في أتلتيكو مدريد وفوزه بلقب الدوري في 2014، فيما لن يحظى موراتا بنفس الاستقبال. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الأخبار، الأهلي يخطر الكاد موعد مباراة العودة مع النجم الساحلي. من المصري اليوم أنيس بوغلبان يزور بعثة الأهلي في تونس. ومن الشروق 3 لاعبين من الأهلي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا.
من فيتو محمود طاهر يعود لتونس الخميس لرئاسة بعثة الأهلي. ومن الوطن سبورت البدري يكشف ثغرات النجم في محاضرة فنية للاعبي الأهلي. من البوابة نيوز الأهلي ينتقل إلى سوسة صباح الخميس استعدادا للقاء النجم. ومن مصراوي أيوب تونس متحفزة للأهلي وجماهير النجم أخبرتنا أنها غير التري. في الجول طبيب الأهلي يطمئن الجمهور على سعد وأزار. ومن يلا كورة عبد الحفيظ سوسة ليست رادس والبدري يتكفل بإيقاف مرعي. من الأهلي دوت كوم صالح وعاشور ضمن سباعي أهلاوي في قائمة المنتخب لمباراة الكونغو. ومن الفجر الأهلي يؤدي ميرانه على الملعب الفرعي بالمنزل. من يورو سبورت عربية حكم وجه الأهلي والنجم وشه حلو على المصريين. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة نادي الأهلي. دمتم في أمان الله.